يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب في الجامعة من طلاب المنح، وأريد توجيها من فضيلتكم، حيث يقول أنا طالب في الجامعة من طلاب المنح وأريد توجيها من فضيلتكم، حيث إنني أقوم بتدريس بعض الكتب في التوحيد والعقيدة في الإجازة الصيفية عندما أذهب إلى بلدي، أدرسها لبعض العوام والأصدقاء، فبماذا تنصحونني وفقكم الله بكتب من كتب العقيدة؟ جزاك الله خيرا وأثابك. وهذا هو الواجب على طلبة العلم، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. كتب التوحيد المختصرات مثل كشف الشبهات، مثل ثلاثة الأصول، مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذه الكتب سهلة وميسرة وواضحة لله الحمد. نعم.